قال حماد بن زيد قلت لأيوب السختياني العلم اليوم أكثر العلم اليوم أكثر أو فيما تقدم، فقال الكلام اليوم أكثر والعلم فيما تقدم أكثر. هذا الذي ذكره أيوب رحمه الله تعالى من أكثرية العلم في السلف نتاجه بركة كلامهم، فإن في كلامهم بركة لا تلفى في كلام غيرهم. قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية: فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرا قليل الفائدة بخلاف كلام المتقدمين، فإنه قليل كثير الفائدة. انتهى كلامه. وذكر أبو عبد الله ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما قريبا من هذا في مدارج السالكين، فكان في كلام السلف مع قلته بركة فانتفع الناس بكلامهم. وأما من تأخر عنهم فإنه يطول في العبارات ويلوح بالإشارات مع فقد البركة في كلامه، فيصير الكلام كثيرا والبركة قليلة، فينتج أن الانتفاع حينئذ من كلامه قليل. وإنما حصل البون بين كلام الأوائل وكلام المتأخرين لتفاوت الفريقين في أغراضهما، فإن للأوائل من الكلام أغراضا صار خلافها عند المتأخرين. وفي ذلك كلمة سئل عنها حمدون القصار فقال لما قيل له: ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ اكتبوا هذا السؤال واكتبوا جوابه. قيل لحمدون القصار: ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ فقال: لأنهم تكلموا لعز الإسلام، لأنهم تكلموا لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن، لأنهم تكلموا لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن، ونحن تكلمنا لعزة النفس، ونحن تكلمنا لعزة النفس وطلب الدنيا ورضا الخلق، وطلب الدنيا ورضا الخلق. رواه أبو نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء، والبيهقي في شعب الإيمان. فإذا قايست بين أغراض السلف في كلامهم رأيت فيها أنهم يتكلمون لعز الإسلام ونجاة النفوس من غضب الله عز وجل وطلب رضا ربنا عز وجل، وأما غيرهم فإنه يتكلم لعزة نفسه وطلب الدنيا ورضاء الخلق. فلما كانت هذه أغراض عامة من تأخر حصل البون الشاسع بين كلام المتأخرين وكلام المتقدمين. فينبغي أن يرعى المرء أغراض الكلام التي كان عليها السلف فيعملها في كلامه، فإنه يحصل له من الخير في نفسه ومع غيره ما لا يكون لأحد سواه. ومن تأمل أئمة الهدى الذين نبلوا في العلم بعد الصدر الأول كالإمام أحمد وغيره وجد أنهم رزقوا السبق لأنهم كانوا يرعون في كلامهم هذه الأغراض المنيفة الشريفة التي كان عليها السلف، فيرزقون مع قلة كلامهم كمال الانتفاع بما يقولون. فينبغي أن يجتهد طالب العلم في امتثال هذا الأصل، وأن يصحح أغراضه في كلامه، وأن لا يتشبع من كثرة القول، وأن لا يتزيد ببسطه، فإن طريقة الشريعة جمع الكلام. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى كلامه المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم في صور معدودة هي 114 سورة، وصار القرآن في كتاب يمكن لأحدنا أن يحمله في يده. فإذا كان هذا هو أصل العلم بهذه المنزلة فإن غيره أولى أن يكون محاذيا له في جمعه والحرص على
تقليل الكلام فيه فإنه أنفع للنفوس في إيصالها إلى الخير. وعلى هذا كان من مضى، فإنهم كانوا يقللون الكلام مع صلاح النية فينتفع الطالب في مدة يسيرة. وصرنا اليوم نطول العبارات ونستكثر من المقالات، فصار الانتفاع بمقال المتكلمين في العلم قليل.